بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من فرصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان بر الوالدين مقرون بعبادته سبحانه وتعالى، وان ازاي ان احنا لازم يبقى بر الوالدين ده فرض علينا، مش حاجه بنتفضل بيها. وللاسف بقينا نشوف دلوقتي نماذج كتير قوي يعني بتبقى ظاهره قدامنا مش احسن حاجه في موضوع البر، ولا ان هي حتى بالكلمه الطيبه. يعني البر ده معاني كبيره جدا، فهنشوف النهارده مع الشيخ احمد الصباغ اللي منور النهارده ازاي ناخد بقى خطوات عمليه يبقى في بر الوالدين سواء كانوا موجودين او ربنا توفاهم. اهلا بك شيخ احمد. انا مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك. نورنا. اللهم اجعلنا برين بابائنا وامهاتنا واجعل اولادنا برين بنا يا رب. اللهم امين. نتكلم بقى على بر الوالدين وازاي ان احنا افتقدنا الموضوع ده للاسف، بقى نشوف نماذج دلوقتي بقت تستهون بالموضوع ده وتستسهله. نعم. بقى الموضوع منتشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ودائما صل على الحبيب قلبك طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أجل وأعلى وأفضل العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات عبادة اسمها بر الوالدين. ومن أقبح وأصعب وأشد وأكبر الكبائر مصيبة اسمها عقوق الوالدين. ده عكس البر. تيجي نجيب أدلة بقى. دليل على أن البر من أعلى الأمور والعقوق من أصعب الذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما سألوه ما أفضل العبادات عند الله، ما أحب العبادات إلى الله يا رسول الله، قال: أحب العبادات إلى الله الصلاة على وقتها. قلنا: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بعد الصلاة على طول. شو بقى الأعجب؟ قلنا: ثم أي؟ يا سلام، بعد البر مش قبله. قال: الجهاد في سبيل الله. يعني بعد بر الوالدين قدم البر على الجهاد في سبيل الله. على الجهاد. أما ليه؟ خدوا بالكم بقى يا شباب يا بنات يا اللي مزعل امك بالبلد بتاعنا كده اسمه الصبا، معلش احنا بلدي، يا اللي مغضب ابوك، يا اللي ما انتش مد ابوك وامك البر والقيمه اللي ربنا امرك بيها. اسمع الحديث ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنقوله قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى جاله واحد يقول له: يا رسول الله، أريد الجهاد معك غير أني لا أستطيع. يعني صحته على إيه؟ على قده. على قده. فقال له: نفسي أبقى مجاهد بس صحتي لو مش قادر أطلع معكم في الجهاد. فيجي سيدنا النبي يجيب البديل صلى الله عليه وسلم، يقول له: هل لك أحد من أبويك حي، من والديك حي؟ في حد من أبوك أمك صح يعني موجود حي؟ قال له: أمي يا رسول الله. فسيدنا النبي قال له: تمام، لا تجاهد معنا وارجع إلى أمك، وارجع إلى أمك واتق الله في برها، فإن اتقيت الله في بر أمك فلك كأجر حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. ما شاء الله. كل ده عشان البر. بر. دور. يعني ده الفضل. ده الفضل وثمرة البر. الله. انت بتبر. ولو لم يكن للبر ثمرة فيكفي ان ده والدك وده والدتك، ويكفي هل جزاء الإحسان. إلا الإحسان. يا ابني ويا بنتي، دور على جزمة أمك. ودور أنا بقول كده بالبلدي معلش يا مصطفى. لا طبعا. دور على جزمة أبوك، لأن هيجي لحظة مش هتلاقوهم موجودين. قاسية قوي. لحظة قاسية قوي. من أصعب اللحظات اللي أنا عشتها. هتعرف قيمتهم في الوقت ده. من أصعب اللحظات وأقصى الأوقات، ووالدك كده خارج من البيت آخر خروج هو في كفنه كده. يعني. أو والدتك خلاص نسخة لن تتكرر. صح. طيب العقوق بقى، من احنا قلنا البر من أعلى المقامات. طب والعقوق من أكبر الكبائر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال. الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ده خد بالك احنا عندنا معاصي
عندنا ذنوب. ذنوب عندنا سيئات، عندنا كبائر اللي هي الذنوب التقيلة قوي. عندنا بقى أكبر الكبائر، دي أكبر حاجة، حاجة فظيعة. حلو كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله رقم واحد. واحد. طب بعديه يا رسول الله؟ قال: وعقوق الوالدين. يعني أكبر ذنب إن أنت تشرك بالله سبحانه وتعالى، بعديه على طول زي ما جاب البر بعد الصلاة بعد الجهاد، جاب هنا العقوق بعد الإشراك. وكان متكئا فجلس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وده لفت نظر يعني. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قول الزور، شهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي يا أستاذنا قدم العقوق على شهادة الزور. ده عارف أكبر، شهادة أكبر الزور عند ربنا. الله يفتح عليك. شهادة الزور ممكن واحد يعدم بسبب شهادة الزور طبعا، كلمة وممكن واحد يسجن طول عمره بسبب شهادة الزور. وممكن تقوم حروب بسبب شهادة الزور كلمة. فيجي سيدنا النبي يقول لك كل ده أصعب منه عقوق الوالدين، وأفزع منه عقوق الوالدين. طب بنسمع بقى شيخ أحمد دلوقتي حد يقول لك: طب ما هم مزعلني، هم مش عارف عملوا إيه، أصلا هي كلمتني بطريقة وحشة، ضايقت طيب مراتي، حلو، دي عملت مش عارف حلو إيه، حلو، وبيلاقي مبررات سبحان الله إن هو ده شوشو بقى. ما هي دي المشكلة، هو اللي بيعمل كده. مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني لو هم يعني وصاحبهما في الدنيا معروف إن ده لو قالوا لك إيه، لو بص يا فندم أقول لحضرتك حاجة، بصرف النظر والدك ووالدتك ملتزمين أو غير ملتزمين، خد بالك من دي بقى، طيبين أو معفرتين، أنا أقولها بالبلدي أهو. طب اسمع دي بقى، مسلمين أو كفار، في ليس بعد الكفر إيه؟ ذنب، كفار. بس هي هو الموضوع إن ده أبوك وده أم، بيصلي ما بيصليش مالكش دخل. وذلك ربنا جه في الأب والأم الكفرة، ومش كفرة ومع نفسيهم، لا ده بيحاولوا يخرجوك من الإسلام للكفر. بيحاولوا معاك كل ما يشوفوك: يا عم اكفر بقى، بل ربنا اللي هم هيدخلوك النار. ده زي بقول إيه يا عم، بلا ربنا بلا الله المثل الاعلى. يا عم بلا اسلام بلا بتاع، ما فيش حاجه اسمها ربنا اصلا. طب يا رب ابعد على بابا وامي لو قلت له كده. قال: لا لا لا. قال ايه؟ وان جاهداك، جاهداك ده يعني ايه؟ يعني حاولوا معاك بكل. طب العقل يقول ابعد عنهم بقى. قال لك: لا، وان جاهداك جل جلاله الملك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب خصمهم؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني برغم انه بيقول لك تشرك بالله، ولكن انت هتصاحبه في الدنيا معروف. مراته بقى. ربنا لما اتكلم عن الاب والام الكفره، الايه؟ الكفره. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. كلمة معروفة جت على بعضها كده لكشة واحدة، كتلة واحدة، معروف. طب لما اتكلم عن 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 الزوجة، قال: وعاشروهن بالمعروف. يعني بي جاب حرف الجر يعني بجزء. انما لما جه عند الوالدين جاب المعروف بدون حروف جر، بدون حاجة تعديها. قال ايه؟ وصاحبهما كل في الدنيا المعروف. مش بال لا، معروفة. طيب في طرق بقى ان شاء الله تخلينا كده ايه، نبر الاب والام. نعم. سواء كانوا موجودين او كانوا توفاهم ربنا سبحانه وتعالى. نعرف منك بقى بعد الفاصل إن شاء الله. الطرق دي ان شاء الله. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، ونكمل حديثنا مع الشيخ احمد الصباغ. النهارده بنتكلم على بر الوالدين، ربنا يرزقنا البر جميعا. امين. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا مع الشيخ احمد الصباغ. نتكلم النهارده عن موضوع مهم، على بر الوالدين. وكنا بنقول بقى قبل الفاصل ان في طرق ان احنا نبر بيهم ابائنا وامهاتنا، سواء كانوا موجودين معانا في الدنيا، وده يبقى اسهل بكتير، ولو فارقوا الحياه ربنا يرحمهم، شوف بقى نقدر نعمل لهم ايه بعد وفاتهم. نعم. كنا بنتكلم الشيخ احمد على الحاجات العمليه بقى اللي نعملها. نعم. بحيي حضرتك ان انت حضرتك نوصل المعلومه للمشاهدين الطيبين اهل الكرم. بقول ان بر الوالدين لا ينقطع في الحياه ولا بعد الممات. بل البر بعد الممات اقوى. لان ممكن ابر ابويا وامي في الحياه عشان مصلحه، صح، عشان يدوني هديه، عشان يكتبوا لي حاجه، عشان ورث ولا حاجه، عشان الورث، عشان يدينا حاجه كده هديه ولا وابقى كويس معاه. انما بعد ابويا وامي ما يفرقوا الحياه، ده البر ده خالص بقى، خلاص بقى الوفاء بالظبط. فيجي راجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ ده خد بالك الرجل حريص على البر حتى بعد ما وفاته. يعني في ناس ما بيصدقوا إن أبوه مات طبعا أو أمه ماتت، لا ده الراجل في اللي بيحطوه في دار مسنين بيقول: يا رسول الله، أنا بريت بابايا وأمي على قد ما أقدر، نفسي أكمل بعد ال أنت خد يعني هو معنى كده إن هو كان في وهو في حياتهم كان ليه شأن كبير في بر الوالدين. الله يفتح، عايز يكمل بقى. بقى بالظبط. يا رسول الله نفسي أكمل، هل في؟ فسيدنا النبي فتح الباب للكل بقى. قال إيه بقى؟ الصلاة عليهما والاستغفار لهما وبر صديقهما وإنفاذ عهدهما
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نترجم. كل دي خطوات بقى. الله يفتح عليك. أدعي لهم كتير. أتصدق على أرواحهم كتير. أصل الرحم اللي هي قريب من جهة أمي لو جدي وجدتي أو ستي وستي زي ما بيقولوا في البلد، وأولادهم الأخوال والخالات وأولادهم، ومن ناحية أبويا الجد والجدة لو موجودين، والأعمام والعمات وأولادهم، وبر صديقهما، الولد يدور على أصدقاء والده الكويسين ويبرهم عشان والده. وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. والبنت تدور على صداقات مامتها الكويسين وتتواصل معهم، ده من أعلى أنواع البر. وخد بال حضرتك يا فندم، العاقل والديه على خطر عظيم. طبعا خد بالك من اللقطه دي بقى. طب احنا ممكن نتكلم بقى عن العقد ده. شوف بس صور البر، نشوف بقى حاجه ترجمه عملي للصدقه الجاريه. نعم. وصوره لنموذج كده، ايه ازاي تبر والديك حتى لو هم مش موجودين، وتعمل لهم احياء واموات برضه. احياء واموات طبعا. نعم. شوف تقرير كده معلق عليه. اتفضل. مفيش بر اعظم من كده يا شيخ. نعم. وزي ما شفنا الشيخ سالم كان بيتكلم يقول لك ان يعني انت مش لازم تعملوه، هم لو حتى لو مش موجودين اعمل. ودي اعظم صدقه. ده بالعكس، انا لو عملت حاجه زي دي لوالدي ووالدتي هم موجودين، وعملت لهم مفاجاه وقلت لهم دي هديه ان شاء الله ربنا يديك طول العمر، انا بدات يعني عملتها لكم على قيد الحياه عشان افرحكم بيها. ما استناش لما ابويا وامي يسبقوني الى رب العالمين واعمل لهم، لا ده انا افرحهم، تبقى الفرحه فرحتين. فرحه وهم موجودين، هيبقى شايفها بعينه وهيدعي، وفي نفس الوقت يبقى عارف ان هو بعد ما ماتوا في صدقه جاريه مستمره. وخد بال حضرتك لما تعمل صدقه جاريه عن الاب او الام او حد يعمل عن اخوه او عن زوجها او عن زوجته او كده، يعني خد بالك مش هتبقى اكرم من الكريم سبحانه وتعالى. هو مش هيحرمك من الثواب برضه. يعني انت كده خدت اتنين في ايه؟ في واحد. بدل ما اعمل احمد الصباغي يعمل بير، لا بقول ده عن والدي كمان. فيوم ربنا يقول لك يعني انت هتدي والدك وانا هحرمك انت؟ لا بقى زاد الخير خيرين وماله سبحانه وتعالى. بنتكلم الحلقه اللي فاتت عن الكرم. فبعتظن لما تعمل صدقه جاريه عن فلان ان انت مش مكتوب، لا اسمك مكتوب. صح. دون ان تنقص من اجره شيئا. هتاخد ثوابك وفي نفس الوقت وهو ما خسرناش حاجه، العداد بتاعه شغال. هي النيه بس. النيه بس، اصل هو كريم سبحانه وتعالى. يعطي بكرم. وزي ما قال الدكتور سالم ربنا يبارك فيه ويحفظه، ان 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 الصدقه الجاريه عن الحي وعن الميت. وما اعملش عن ابويا وعن الغير، اعمل ممكن عن نفسي وانا موجود دلوقتي. لان من اقوى الحديث اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. اعمل لحد مات لكن الاقوى ان انا اعمل لنفسي قبل ما ايه، قبل ما حد يعمل لي. طب هل المتوفي فعلا بيوصل له الاحساس بالصدقه والحاجات دي؟ طبعا. ده الحديث صحيح اهو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا سعد بن عباده قال له: يا رسول الله ان امي ماتت. وكان سيدنا سعد بن عباده كان مسافر. فلما رجع كان هو متعلق بوالدته جدا، والدته مريضه سابها مسافر، فلما جه من السفر وجدها قد ماتت ودفنت. وطبعا الانسان لما حد عزيز يموت قدامه اهون لما يبقى مسافر وحد غالي عنده يموت وهو بعيد عنه ما شافوش. بتبقى صعبه قوي. فسيدنا سعد قال له: يا رسول الله انا امي ماتت ما شفتهاش وقلبي محروق ومش قادر اصبر، قول لي على حاجه تصبرني، اعمل لها ايه؟ هو ده بقى الايه؟ دي الفوله، دي الصح. فيجي سيدنا النبي قال له: تصدق عنها. افاتصدق عنها يا رسول الله؟ ينفع يعني اعمل حاجه بديله عن حضوري؟ قال له: تصدق عنها يا سعد. قال له: طب ممكن كمان سؤال يا رسول الله؟ قال له: نعم. قال له: احسن صدقه ايه؟ عايز الافضل. الافضل رقم واحد ايه؟ قال له: سقي الماء. بس كده خلصت. هو عايز الافضل وعايز يعمل حاجه عشان هو ده بقى البر. يعني ده البر في احسن صوره. السائل صحابي والذي يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معنا تقرير تاني نبص عليه كده. اتفضل. هل ممكن برضه نبرهم بان احنا نعمل حاجه في المزرعه؟ نعم نعم. يعني برضه صدقه الماء من الصدقات العظيمه، بس في ناس بقى بتحب تنوع في الخير يا شيخ. يقول لك: طب ما انا مره عملت بير، ممكن اعمل حاجه ثانيه؟ بالظبط. ما هو التنوع ده مطلوب. يعني ايه؟ اضرب مع كل باب من ابواب الخير بسهم، وساهم في كل ابواب الخير، لان ربما ده يبقى الطريق الى الجنه. ما انتش عارف الصدقه انها او الباب انه اللي هيوصلك. فممكن الباب اللي انت تبخل عنه ده هو ده اللي هي الطريق السريع الى الجنه. صح. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الباب مفتوح، قال ايه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الصدقه ايه؟ جاريه. ويجي شوف احد الناس الطيبين لما وجد رأوا أنه يزرع شجرة زيتون. شجرة الزيتون بتاخد وقت جدا، والراجل زي ما بيقولوا كده كان على حافة الدنيا أو حافة الأدوس، زي ما بيقولوا رجل بره ورجل جوه، يعني خلاص سنه كبير. فخلاص سنه كبير يعني جدا. فواحد مر عليه زي حالته مش فاهم حاجة، فقال له: يا عم الحاج أنت انجنت. قال له: ليه؟ قال له: أنت لسه تزرع زيتون يا راجل، أنت هتشوفها.
مستحيل تشوفها، مش هتلحق تشوف ثمرها، مش هتلحق تشوف ثمرها. فالراجل اللي ابتسم له كده وقال له جمله، انا واخد الجمله دي منهج حياتي، خدوها منهج حياه. قال له انت مش هتلحق تتمتع بالحاجه اللي انت عملتها دي. فالراجل قال له ايه بقى؟ الله. قال له زرع من قبلنا فاكلنا ونزرع لياكل من بعدنا. الله، التفكير في العمار، مش لازم انا مش لازم انا اجني الثمره بنفسي. صح، هو الثمره بتاعت اهل الكهف، الجماعه اللي هو الجدار اللي بناه سيدنا موسى والعبد الصالح. كان يقول لك وكان اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالح. عارف اهل التفسير قالوا ايه؟ ابوهما الجد السابع. يعني زمن كبير، زمن يعني سبع اجيال. سبع اجيال. لذلك بقول الراجل قال بيتين شعر حلوين قوي في موضوع الزرع والخير، مش لازم تحصده. حتى لو غيرك حصده الاجر ايه؟ الاجر مش هيضيع. لا مش هيضيع. فقال ازرع جميلا ولو في غير موضعه. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فلن يحصده الا الذي زرع. سبحان الله. ما هي بص سبحان الله، هي بقى ايه؟ انت بتزرع عشان غيرك ياكل، لان انت خلت من اللي قبلك زرعه. بالظبط، فهي سلسله كده. ربنا ينفع بكم دايما يا شيخ احمد ويجعلكم كده برين ربنا جميعا. أمين. برين بابائنا سواء بقى احياء اموات. اللهم امين. وبارك في الموجودين وارحم الاباء والامهات احياء وامواتا. اللهم امين. الحق ابوك وامك قبل ما تتمنى ريحتهم، مش هتلاقيها. وعايز اقول لكل زوجه، لازم اخدم الناس مصطفى، اتفضل. كل زوجه وكل ست، زوجك لو ملهوش خير في ابوه وامه مش هيبقى ليه خير فيكي. ادي واحد. اتنين، كاس وداير يا حجه، بكره ولادك يتجوزوا وازواج او زوجات ولادك يعملوا معاكي نفس اللي هتعمليه مع حماتك، خيرا او شر. شر كما تدينوا الديان. تدان والديان لا يموت. احلى ختام معك شيخ احمد، نشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. كنا معكم اعزائي المشاهدين، كانت حلقتنا مع الشيخ احمد الصباغ، كنا بنتكلم على بر الوالدين. ربنا يرزقنا جميعا البر ويبارك في عمر اللي موجودين ويرحم كل من فارقونا. اشوفكم على خير في حلقه جديده.